ملحن أعماله بتحكي عنه ومواقفه كمان. هالأرض فيها من البشر أجناس، في بشر ناس وفي بشر مش ناس. ملحن سمير صفير رح يحل ضيف على عمر مشوار هالأحد الساعة 5 بعد الظهر. مرة وعيت الصبح عالصوت عم بيكون معنا حبوب البحر الصيام نشاريها. دكتور عماد عبيد رح يسأله عن الكل، والملحن سمير صفير رح يجاوب بصراحته مع ولدي. شد القلب يا خي لا يقتلك حبك. العمر مشوار على لبنان الثقافي. العمر مشوار. مساء الخير. صوت حلو بلا أعمال حلوة بضل ناقص، وفنان بقدم أعمال ناجحة وبلا وفا واحترام ما بيدوم. فنان صادق وما عنده شي خبيه، كتار بينتقدوه وبيهربوا منه أو من لسانه، ولكن هو بضل صريح وراضي حاله. ليه كل هالمقدمة والحكي؟ لأنه ضيف العمر مشوار اليوم ملحن ومغني، ولكن ميزته الحقيقية أنه إجراه بعضهم على الأرض. أكثر من 600 لحن، وكتار من الفنانين اشتهروا لأنه غنوا من ألحانه. صريح وبقول كل شي. من بلدة عجلتون الكسروانية لكل لبنان لكل الوطن العربي لمع اسمه وصار الملحن الأبرز. العمر مشوار اليوم رح يفلفش بكتاب عنوانه النجاح، وانطروا حلقة ما بتشبه أي حلقة تانية بالصراحة والتواضع مع الملحن والمغني سمير صفير. أستاذ سمير مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. رح أبدأ حلقة العمر مشوار بالسؤال اللي كتير تداول خلال هالأسبوع، وأتعرفوا المستمعين أنه حضرتك ضيفنا، في صلة بتقربك قرابة بينك وبين الكاردينال صفير؟ قرابة كتير بعيدة. في قرابة، يمكن هو من ريفون وحضرتك من عجلتون. فيني أقول ما في قرابة قوية كتير، وبقول لك إني بحياتي ماني شايفه ولا مقابله. باتسفير ما بحنوا على بعضهم هيك ما بيلتفوا؟ باتسفير بلا بحنوا على بعضهم وبيلتفوا، عائلة كبيرة كتير وعائلة لبنانية عريقة. بس ما خص هاي بهاي. قبل ما نغوص بمشوار عمر المغني والملحن سمير صفير، خلينا نتذكر أنا وياك والمستمعين ميدلي بأجمل أغنيات للحنتهم وغنيتهم. العمر مشوار. خلص الوقت ولازم روح، صار لازم روح، أماني عندك بعد الروح، بعد الروح. حبك وجع بعده معي، حبك حلم هربان، لتكون بخيالي حلم مش إلي. عم فتش عشق في الكون مش ساكن فيها حدا. انتي مشيت وبكيت الوردي، خد لعيونك صور. عم يخفى الليل ونحن الجرح الفينا عم يوعى. نامي عالهدى نوم الطفل نامي. لو ما تجي عنوم عيني شو صار يا درب الهوى، يا كثر ما شلت في قلبي علي. حبيبي يا أمل بكرة، وليش الهجر صار حنين؟ قول يا عطرة
المحبة بليا نور العيون. أنا مش أنانية أنانية أنانية. أعرف حبيبي وتجلى القلب بعد الكلام. هنا كرا المعروف آه ويا ويلي وقوم. مالي صبر يا ناس لا لا تلوموني. أنا لما بكون بين إيديك يا هي يا هي علي طفل صغير طفل صغير. تعرف على قلبي غلاك بتعذر حنيني. بيد عبالك حبيبي غيظهم وانت معاي. عادي سلامي بارد دفل ايدي. شو بكي شو بكي ناقص كلامك كلمة حبيبي ويلي. شو بكي شو بكي يا ميمة جنب الخيمة ودعس خيول معلمة. ما فينا نغير ولا كلمة مكتوب علينا المشوار. مرة دمعة مرة بسمي مرة تلج ومرة نار. حبك مصطلبي بدي حبك. شو قلتي قبلتي ولا ما قبلتي؟ فوق الحسن مهيوب خد القمر ضاوي مثل الرمح مسكوب والرمش بالداوي. جهل الخير ضايع اللي غالي نور العين عن عيني غاب. حتى الطير يبكي لحالي ضاع العمر وضل بداب. وبعيد صعب اوصل لك ما اقول قلبك ما قلبك. في بشر ناس وفي بشر مش ناس. من عجلتون عام 1961 ولد طفل ما بيشبه حدا. خبرنا خلينا نرجع اليوم نحن بالعمر مشوار. استاذ سمير عن وين لمشوار عمرك حلو او مر؟ انا من عجلتون وافتخر اني من عجلتون بس انا من مواليد بغداد. يعني أنا لما ولدت أنا وأختي وأختي كان الوالدي والوالد عايشين ببغداد. هم لبنانية الوالدة من تفون من علي والوالد من عجلتون بس كانوا هنيك لما أنا خلقت. أنا من مواليد بغداد. يعني هلا نيت على تذكرى مواليد بغداد؟ نعم أنا من مواليد بغداد وإنما بتحن للعراق. أخرتي بعجلتون. أخرتك بعجلتون؟ نعم. ضمنا هيدي بعد عمرها طويل اكيد اكيد حد الوالدة والوالد. ما قلت لي عنوان عريض لمشوار عمرك قبل ما نفوت بتفاصيله كله. مشوار مليء بالسعادة والحزن، مليء بالحرب والحروب، مليء بالابداع، مليء بيجمع كل شيء يعني. بالندم. مليء بالفخر. في كل شيء. يعني إذا بدنا نحطه بالميزان دفة يعني سمير صفير بسيميست يعني حزين أما راضى عن مشوار عمره؟ لا طبعا ماني حزين. الحمد لله بتشكر ربي كل يوم على اللي أنا فيه. بشكره على كل النعم اللي عطيني إياها من إبداع من حياة كريمة. بالعكس أنا بقول كتر خير الله ألف مرة. أعطيني صحة، رزقني بزوجي عائلة صالحة، معيشني عيشة كريمة. لا ما فيني أقول أني أنا حزين. يعني حضرتك جيت على ذكر والدك ووالدتك والولادة ببغداد بس بنعرف أنه توفى والدك. خسرت والدك كنت بعمر صغير. كان عندي يمكن 5 سنين. 5 سنين بس توفى الوالد. أدي هل أثر فيك وكنت الشاب الوحيد يعني أنت عندك أختين. صح. أدي هل أثر فيك وحملك مسؤولية من أنت وصغير يعني طفل 5 سنين؟ طبعا تأثرت من أنا وصغير من حيث لا أدري. في كان شيء نقصني
جانح ناقص. حاولت الوالدة كتير تغطي هذا الفراغ والحمد لله لا في كونتينيو طبعا، ما في شيء بيوقف بهالدنيا، كل الدنيا بدها تستمر والحمد لله استمرت وكملت حياتي. استمرت وأبدعت اسم الله عليك. بسمير الطفل، يعني خبرنا عن طفل، كنت رزيل جدا، شيطان جدا، محبوب ما بعرف كيف جداً. كان حلم كنت يعني تحمل ورقة وقلم تكتب ترسم لا تخربط لا كيف لا كانوا؟ كانت كتير شيطان بخبروني يعني أنا مبوعة بيقولوا لي إنه قديش كنت أتشيطن، كان عندي هواية كب عن البلكون غراض كذا مرة كنت تسببت بأذى ناس يعني وكنت صغير. تقصد يعني كب شيء تقصد يجع حدا؟ كنت حب لما الوالدة تنشر الغسيل اجي اشيل الملقط وشوف الشرشف عم بطير هيك بالهواء انبسط فيه. كان عندي هيدا الموضوع لدرجة بالعراق في وحدة أحد النساء جارتنا قالت لها للوالدة، هي كانت بتبصر بالفنجان وهيك شغلات، قالت لها هيدا الولد تذكريني بده ينكتب اسمه بالجرايد، ما بعرف يا مجرم يا شي فنان كبير يا بس بده تذكره الجرايد. وزبطت معها. ايه زبطت معها. انا بتذكر والدة كانت خبرني هالشي وقت ما كان عمري 10 سنين و 12 سنة، انه كانت في جارتهم بالعراق تقول يعني عني هيك. يعني طفولة كانت عادية ونوعا ما نعم. بس كمان يعني تزوجت بكير، يعني هالمسؤولية اللي حملتها انت واعزب كمان ما طولت، تزوجت بكير. تزوجت أول مرة وما توفقت بزواجي، طلقت ورجعت تجوزت تاني مرة والحمد لله توفقت بزواجي تاني مرة. ندمان على شيء صار بحياتك؟ يعني مثلا زواج الأول ندمان عليه؟ أنا ماني ندمان على ولا كل سيء ولا كل جيد صار بحياتي، لأنه اللي صار قد كتب، ما حدا بيقدر يهرب منه. طيب. انا من الناس يلي ما بتهمهم اي شيء مصيبه او 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 شيء خير بيجي علي، انا من الناس يلي بعرف اتعامل معها، كانت مصيبه او كانت شيء جيد بعرف. بس كمان يعني الله رزقك بمثل ما هلا وصفت لنا يا زوجة صالحة، شراكتك المسؤولية طبعا يعني قدي لعب الدور إيجابي بكل مرحلة نجاحات سمير صفير وبالانتقادات وبالوجع وبالألم وبالحب بكلها، كان في حدا عم بقاسمك أكيد طبعا، هي اسمها شريكة حياتي. وشريكة حياتك مش ضروري هي اللي بتلحن لك يعني، بس شريكة حياتك هي اللي بتأمن لك الأرضية تتكون أنت مرتاح، بتأمل لك الأهم شيء. الإنسان بيبقى جاي من برا من معترك الحياة، لما بيمسح إجري على السجادة قدام البيت وبفوت على قلب البيت بده يلاقي السليم وبده يلاقي المطرح يلي بيقدر ينام فيه مرتاح ويلي بيقدر يشيل همومه عنه كله وبيقدر يقعد يستعيد كل شيء على رواق ويكون عنده مركز قوة قاعد فيه مملكته. يعني المملكة يعني يالك مدام مريمة هيك نيالة والله قدبتك لغزل. لا انا بالعكس يمكن ما بغزلها كثير، انا من النوع يلي مثل غنيه خوليو سوليدو لكورس من بو اتانتر. طيب خلينا نتغزل انا وياك بمدام ماري مباشره على الهواء. الو مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو، اهلا فيك. يعني نيالك عم تسمعي هالحكي وما انه عارف انه عم تسمعيه يعني. ايه بعرف صوت فزقت. ايه هيدي سيربرايز. حتى هي ما قالت لي. ما بخبي حتى لو بكون عامل على اتفاق سيربريز، بس كون قلت هالمره ما حكيت، بس خلينا اعمل عن جد. يعني هيدا مشوار عمرك ومشوار عمرك بلا شريكة حياتك مدام مريم ما بكون في شيء ناقص. ايه طبعا 100%. طيب هلا ني حكينا عنك كتير منيح وهالأرضية لما عملتي له اياها بحياته وكل، خبرينا عن سمير الزوج. يعني نحن بنعرفه يمكن، عذرنا على الكلمة، بس يمكن نعرفه بالاعلام مجنون صريح بيقول كل شيء. هو ذاته سمير اللي بالبيت؟ هو ذاته اللي بالبيت ابدا ما بيتغير، يعني بالبيت مثل ما بتشوفه برا، بس بالبيت بفهمه اكثر لانه بعرف شو بيكون قصده، بعيش فكرته لما بيكون عم بيعطي رأيه بشي. برا أوقات بينفهم غلط، يعني بيكون بيحكي الفكرة بطريقة يمكن تكون شوي أغريسيف أو بطريقة شوي هيك بفورة غضب، بس يجلي بالبيت
حسيت الشيء. ما بتلومي على هالاشياء مدام ماري، يعني وقت يطلع يصرح بشيء ما بتقولي شو بدك بهالشغله لشو تحكي؟ بلا اوقات بلومه، بلا اوقات بلومه، بعدين برجع لما بلاقي بعد وقت النتيجه شو طلعت بلاقي انه معه حق. يعني تعرف بحس انه اوقات بقول يا ريت ان شاء الله ما يرد علي، يعني بكون لمته على الشغلة برجع بكون عملها برجع بقول منيح منيح ما سمع مني. يعني شو متفهم؟ ايه لا بتعرف سمير بده بس مين يفهمه بس. ويمكن عم بلاقي مين يفهمه برأيك؟ لا يمكن لا. لكن بلا لكن انتبه يمكن في ناس عم تفهمه بس ما بدها تفهمه. طيب يعني خلينا احكي شوي قبل ما فوت على جو العيلة، بس فنيا بتحبي كملحن او كمغني؟ بعشقه باثنين ما بقدر فرق. بغني لك بغني لك هيك اكيد 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 دندن لا شيء هلا لا مدام ماري شو هي طلبت مش انا ونحن باب عيد الحب والعشاق وهيك الا شيء رومانسي هلا بعد شوي يلا. انا هو انا عم بحضر سمير حاله انا وياك رح كفي. خبريني عن سمير الزوج، يعني بشرقي يعني في عنده ممنوعات في عنده لا في عنده انا سي السيد ام هو كلهم لا ما عنده اياهم كلهم؟ شوف سمير بحياته الزوجيه عنده اكستريم، يعني عنده بتلاقيه بقصص كتير شرقي وبتلاقيه بقصص كتير غربي. يعني جامع اثنين سوا بشخصيته، مشان هيك بتشوف انتين يعني بدك تفهمه مزبوط ليش هون ايه هون لا. يعني في امور انا ما بفهمها اوقات بس ما ذاك لوطان بشوف انه بلا هينة هينة تنفهم. حنون بس حنون كتير مش شوي مش شوي من يعني فنان مش ايه ولا يعني كتير مش شوي حنون. طيب بعد سؤال قبل ما خليه يغني لك مباشرة على الهواء، بتلاقي أخذ الوفا يعني هالوفا من الوسط الفني أو من كل شيء عمله بمسيرته الفنية، كان في أوفياء بمسيرة سمير صفير؟ للأسف لا. للأسف لأنه لما بطلع بلاقي الأكترية كانت مش ما بين معه، ما بتقعد تحكي بهالكم هي الكم شخص صغار يعني قليل يعني يلي بين معهم. في انا ما بقول ما في في بس كتير قليل، لما بكونوا كتار ما بتقعد تحكي بهول القليل. يعني الدف تميل الى اللاوفة بهالوسط. مين مين حدا من الفنانين وفي يعني اذا مرض بدق بيطمن عليه بضل على تواصل مش عغاية مش لان بده لحن او بده شيء فعلا في علاقة؟ حرام في كتير جانتي يعني في كتير ناس بدقوا بيطمنوا. كتب اسم على الورقة قدامه بس بدي اشوف اذا رح تقول ذات الاسم. أكيد قصده نانسي. نانسي قصة سمير؟ لأنه نانسي مش موضوع، نانسي مش فني أبدا علاقتنا نحن وياها. نانسي علاقة عيلة يعني أكتر بين سمير ونانسي، مش ملحن ومطربة. في يعني نانسي فينا نقول وفية للملحن سمير صفير بغض النظر إذا في أعمال بتجمعهم أو لا، يعني هون العمل على جنب نحن عم نحكي عليها 100%. نانسي وفادية يعني زوجة. ايه أصلا نانسي معروفة أستاذ سمير من يعني من هي وصغيرة بلشت مسيرتها الفنية، ويمكن حضرتك قلت هالحكي أنه يمكن جمعت ثروة هي وصغيرة بس بحياتها ما تكبرت بحياتها ما شافت حالها. ها هي نانسي عجرم من منعرفها من بداياتها. صحيح صحيح 100%. مشان هيك سمير كتير بدافع عنه، يعني بجن لما حدا يقرب يحكي كلمة غلط أو يتنفهم كمان نانسي غلط لأنه بيعرفها، يعني علاقته معها مش علاقة مثل ما قلت لك. نعم بيعرف جوهرها. بيعرف جوهرها.
يعني سي سمير اسم الله عليها المدام، لازم نعمل حلقه معها عن المش عم حكي حلو. ايه طيب، مع 20 سنه عايشين سوا. اه يعني تعلمت منك. هي قصدك؟ لا بس انه يعني بعده العشره صراحه مبلا ما هو حق هيدي فيها برفع له العشره. ليك ليكون الكوبل هيك متناغم اثنيناتهم بعلموا بعضهم، واكيد انت علمتيه كثير اشياء كمان يعني. طبعا طبعا، هي الحياه اخذ وعطى ما في شك. اهلا وسهلا فيك مدام مريم، بسطنا كثير بهالمداخلة. وأنا كمان thank you so much. الله يخليكم لبعض يا رب. تسلم. كمان أهلا وسهلا فيك. تسلم، ميرسي بوكو. تفاجأت أستاذ سمير بي. أي والله أكتر شي فاجأني أنه ما قالت لي. طب أنه ما عليه بحق لنا. أي مش هلا أن يطروا على البيت تلومة. لا لا بالعكس، مفاجأة حلوة كتير. حكينا عن العيلة وهيك، رح نفوت نبلش شوي بصراحتك اللي كلنا ناطرينا. خبرني بداية قبل ما نفوت بالفن، بالسياسة، شو رأيك بالوضع السياسي؟ كارثي. على أي يعني؟ طبيعي لبنان يكون بلا رئيس؟ طبيعي كل هالأمور اللي عم نشوفهم بين كل عكل الأصعدة، هل هالشي طبيعي؟ ألا مش طبيعي أنه لبنان يكون عنده هيك شعب. لبنان مشكلته بشعبه. أف ليش الشعب شو طلع بإيده؟ شعب مدعي بالذكاء، مدعي انه هو عمر العالم كله، مدعي انه هو منتشر بالعالم، مدعي انه هو احفاد الفينيقيين، مدعي بالذكاء. وهو مش غلط يعني، هو نعم نحن اجدادنا جبران خليل جبران بخيل نعيمة، نحن عنا عباقرة كتير، نحن ماضينا مشرف جدا، بس هذا الجيل هلأ نحن يلي ورطنا اللي ورطونا احفادنا ضربوا فيروس اسمه الألزهايمر. فيروس خطير جدا، فيروس اسمه اللامبالاة. حتى انتبه، مش انه بعيدة عن ظهري بسيطة، لا، جاي الفأس على راسه مثل ما شايفك وشايفني. بس الكبير عم بتلوم الشعب. بس ايه، شو طلع بإيده يعني على الأرض؟ شو لازم يعمل؟ إذا الشعب ما طلع بإيده يعني كل اللي رأيناه بالتاريخ وشفناه بالتاريخ تجليطه. يعني عم ترجع لثورة طانيوس شاهين، عم برجع لثورات العالم كلها، لكل الثورات عم برد. يعني كأنك عم تدعو لصورة. وإذا الشعب أراد يوما، عم برجع لهونيك إذا بدك. وهذا الحقيقة، ليش هدول كيف بيجوا المسؤولين؟ كيف الرئيس كيف بيجي والنايب والوزير والنايب؟ مين بيجيبون؟ كما تكونوا يولى عليكم. بس ما حدا يشيل عن ظهره. بس بلبنان هالقد عم ياخدوا ما عم بيصير في صناديق مخفيه وعم بيصير في وين الشعب؟ ما هون يعني ينزل على الارض. يعني انت برايك سمير صفير يدعو الى ثوره؟ ثوره سلميه، كل واحد حامل ورده بايده بيضة، ينزل يقعد على الطريق يعتصم، ما بده لا يشتغل ولا ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا يدفع ضرائب. اعتصام. بتضمن انه يجتمع كل اللبنانيه على هالقضيه؟ بتضمن يجتمعوا المسيحيين على هالقضيه؟ بتضمن يجتمعوا مسلم وسنه وشيعه ودرزه ومارونه وكاثوليك وقوادج وعونه وكل هالاحزاب وكل هالطوائف كل هالمذاهب يجتمعوا بهالقضيه؟ لذلك قلت لك انه لبنان مشكلته بشعبه. يعني ما في حد مشكلته بشعبه؟ بلا. شو بكرة بس ياكل قتلة توجع كتير حيوع؟ يعني نطرنا قتلة توجع؟ طب مش قتلة، قتلات نطرنا. بلشت بتمديد النواب مرة واثنين خلص. يعني اللي عم بلشت بفراغ كرسي رئاسة الجمهورية، بلشت بشركة الكهرباء، بلشت بالكازينو، بلشت بالبور، بدها ترجع تنتقل مرحلة ولا مرحلة لحد ما البنية التحتية تقلب من تحت الأرض وتطلع تنفلت المجرير على الطرقات والكوليرا تكلنا والأمن الغذائي يصير كله كوليرا. أوكي. إلى أن يعني بده يرجع حدا، بده حدا يستعمرنا، بدنا نرجع لهالمرحلة. يا ريت. أنا بأحد اللقاءات بالجامعة كانوا عم بيحكوا ما هو الحل مع تلاميذ الجامعة، ووصل دوري عم بيسألوني كان هو الحل، قلت لهم الحل هو الاستعمار. قامت الأيام علي، هذا عم بحكي من 15 سنة 20 سنة، قلت لهم نحن شعب أخذ حريته باكرا، مش معودين عليه، كنا بعد ما بلغنا سن الرشد. بيحكوا بالاستقلال، بضحكوني انا بس نهار الاستقلال بصير اضحك، انا غشين من الضحك. يعني مسرحيه كبيره، مش مسرحيه صغيره.
شو الاستقلال يا باقي الخمسة ستة حطوهم بالحبس إذا اتفق معهم السامي مفوض السامي وشو اتفقوا أنه عملوا علم لبنان وطلعوا من قلب الحبس وملكوا الدولة وهني هاو ستة سبع عيال بعدهم لليوم حكمين لبنان وكأنهم اشتروا الاستقلال مش جابوا الاستقلال. أنت مع الوراثة السياسية؟ أنا أكيد مش مع الوراثة السياسية، أنا ضد للموت. لا تحكت هلأ. لأنه 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 هذا السؤال مش أنا اللي يسألني هالسؤال نهائياً، لأني أنا اللي بيعم بيحكيك هيك بكون أكيد ضد الوراثة. أنت بس ما يعني أنت وقت تحكينا هيك يعني عم نعرض الأشياء بس. No way. هاي الوراثة السياسية هاي بتعرش يعني. يعني أنا إذا بدي استفيد من حضرتك تعطينا حل. اليوم ما في رئيس للجمهورية. رح يصير في رئيس. قبل ما نجيب رئيس للجمهورية بدنا جمهورية. طب بس ما هيك كيف بدها تصير؟ بدنا جمهورية بالأول. يعني عم كأننا عم نحكي المدينة الفاضلة تبع ويني؟ لا يعني نحن وين؟ نحن لما بنقول بدنا رئيس كأنه في مدينة فاضلة وبدنا رئيس وينقصها الرئيس. إنما بالواقع في مليون رئيس بس ما فيش مدينة واحدة فاضلة. ما فيش مدينة يعني فاضلة. يعني لازم نبلش مثل ما قلت من الشعب. ويني الجمهورية؟ جمهورية اللبنانية وني. طب بس طبيعي يكون في جمهورية ما يكون في رئيس. طبيعي يكون بدك في بدك خبرك انه طبيعي مع هذا الشعب ادسرنا بلا رئيس وعادي والامور ماشي بحيل الامور ماشي. وبدك اذا بدك بفل رئيس الوزراء وبضل الامور ماشي وبفل الوزراء على البيت بضل الامور ماشي. هاي مزارع لانه انت لست في جمهورية انت في مجموعة مزارع كل مزرعة الا رئيسة. طب هاي المزارع يعني اذا بدك تحط اصبع على الجرح مين السبب؟ شيل الشعب الطوائف مين اللي الدين وصل الدين لها؟ الدين الطوائف كل مزرعة لطائفة وفي عليها رجل مسؤول مدني ومبارك من رجل سياسي وجمهورة مرجعيته هو مش مرجعيته الدولة بيروح بقوس بيقتل بيقتل بيجي بيقعد تحت العبيتون وبيقعدوا نحموني بدون يحموني. يعني سمير صفير الكسر وينه اليوم مثلا بمقتل إيف نوفل بهالاخبار اللي عم نسمعها كلها كسر وين كونه بل مسيحية إذا فينا نسميها مضطهد اليوم. أما أنت ما بتشوف لا في حرب على المسيحية ولا في حرب على خلاف سن شيعة هو كلهم عم بيسلونا فيهم. الحرب المسيحية على المسيحية بادئة مش من الدين الآخر غير المسيحي بادئة من المسيحيين بحد ذاتهم. بكركي أعطي المجد لها وبكركي لما بتقول بكركي كنت بس تقول كرسي بكركي ترعب الدنيا وبكركي لا ينقصها لا مال ولا أموال تمول دول. ماذا ينقصها السلطة؟ بكركي ينقصها أن تنظر إلى رعاياها وتنظر إلى مسيحييها وتنظر إلى أبنائها وتقف أمام أبنائها لبعضهم بلبنان. ايه؟ بدنا نكفي ما هني فلوا لأن ما حدا عم بيطلع فيهم. ليش مضطرين يفلوا؟ ليلحقوا لقمة العيش. ليش بدون لقمة العيش؟ وين عم بيتبهدلوا اللبنانية عامة والمسيحية خاصة؟ أمام المستشفيات وأمام المدارس وأمام لقمة العيش. أمن لهم هاو. المستشفيات ملك من؟ والمدارس ملك من؟ في شيء نحن بنعرفه من زمان وجر اسمه الوقف. هذا الوقف وبكركي صار عندها والفاتيكان والمسيحيين وكل كنائس المسيحيين في العالم من أين لها الأموال؟ مش من وقف الناس يلي كانوا من زمان على نياتهم يعتقدوا أنه هو إذا عنده مليون دولار لازم 100,000 يعطيها للكنيسة كرمال يستر عند ربه ويعطي هالوقف يوقفوا بشرط مساعدة الفقراء. طب بس مين عم بيساعد اليوم الفقراء؟ طب بس ليش عم تتوجه بس للمسيحيين للإسلام مش عم بي أنا عم قلت لك تبدأ الحرب المسيحيين من المسيحيين ذاتهم. أنا اليوم لما بشوف أنت كمسيحي عم بيضطهدك مسيحي وأنا مش مسيحي صار من حقي اضطهدك خلص إذا من لحمك ودمك عم بيضطهدك. يعني برأيك نحن فتحنا المجال المسيحيين فتحوا المجال تا يفوتوا عليهم وتهن يوسعوا هالشرخ بيناتهم وتزيد كل هال ليش في شي واحد من الطائف الشيعي الكريم بيعوز يفوت على مستشفى؟ ليش في شي واحد من الطائف الشيعية الكريمة قاعد برات بيتنا تحت شي جسر؟ هيدا بس هيدا برافو عليهم. امتين بدو يصير برافو علينا؟ ما بنعرف. هيدا اللي بدي عم بحكي عنه. هيدا تبدأ من هون. نرجع للكيان اللي انت عايش فيه. لما 4-5 مسؤولين مسيحيين مش قادرين يتفقوا بين بعضهم على قانون انتخابي وبيجوا الطوائف الأخرى
بيقولوا بس اتفقوا المسيحيين نحن بنمشي لانه عارفين انه ما راح يتفقوا. ثانك يو. امتين ناطرين يتفقوا هول الأربع؟ سيد بكركي ليش ما بيجمع هول الأربع بيقول لهم ممنوع تطلعوا من تحت سقف؟ كل واحد بيطلع فيكم يستعمل الحرم، كل واحد بيطلع فيكم من هون مش واصلين لنتيجه بحرمه بعمل له حرم كنائي. ليه ما بيستعملها؟ شو ناطرين؟ شو ناطرين برايك؟ لا حتى ينهد الهيكل. آه. وبس ينهد الهيكل، اليوم كتبتها انا، بس ينهد الهيكل هدول الوزراء والنواب ورؤساء الطوائف حتشوفهم متلقحين على شطوط كان ومونتي كارلو وفرنسا وايطاليا ولندن، عم بيتشمسوا هن ولادهم ولاد 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 ولادهم، والبنوك مدخومه بالاموال ويخوطهم قاعده على البحر واخر همهم، واللي حيدفع الثمن كل واحد كان مستهزئ وكل واحد كان يقول لا انا شو فرقاني معي، بده يجي الفقس على راسه. كيف؟ بيته حيصير حقه فرنجان، املاكه حيصير حقه فرنجان، حيصير في تدهور، حتصير دوله تنهش اللحوم ببعضها. ليه؟ كل هيدا ليه؟ لحتى ما يجي يوقف شهر اعتصامات لحتى ياخد مطلبه والبدوي. الزعيم بس يحس انه الشعب واعي هو بيوعى. البستان السايب يعني الرزق السايب بعلم الناس على الحرام، على الحرام. يعني 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 انت برجع بقول عم بتوعي عم تدعي الشعب انه انتو انتو القصة كلها بايدكم، وبهالانتخابات اللي رح تعملوها في حال يا خي انا 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 بقرا الدساتير، عم بقرا الدستور بيقول انه الدولة بعدما تقدم البنية التحتية والكهرباء والامن والغذاء والاستشفاء والشيخوخة وضمان الشيخوخة والتعليم المجاني و و و و و يقبل، شوف هالكلمة، يقبل المواطن بدفع الضرائب. لك لك امتين بيقبل، يعني هو عم بيقبل، يعني بيقول دخيل اجرك انا رح بعطيك هيك وهيك 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 وبس انت تدفع لي ضريبة. من بعد ما اعطيك هاو تدفع لي ضريبة. اليوم الدولة اللبنانية دستورة بالواقع مش مثل ما هو بالورق، لما الدولة ما بتعطيك كهرباء وما بتعطيك مي وما بتعطيك أمن وما بتعطيك نظام وما بتعطيك طبابة وما بتعطيك شيخوخة وما بتعطيك سلام غذائي وما بتعطيك مجرير وما بتعطيك شيء، تدفع لها ضريبة. بدك تدفع الضريبة، مش بدك ساعتها انت تدفع لها. حدا جابرك تدفع الضريبة؟ حدا حطت لك فرد براسك بقلك تدفع الضريبة؟ موت على كترة حلو. لما الكل، ما المشكلة انه ما بتو هالكل، الكل الكل بقصد هون لبنانيا مش بقصد طوائفيا. ما هو بدي اقول لك شغله، ما هو لما ينهد الهيكل حينهد على راس الشيعي والدرزي والمسيحي. طب والسني. سمير صفير 8 او 14 أدار؟ انا 22. مين؟ طب سمي الاسم رئيس الجمهورية، لازم نفوت على بريك نحن، بس سمي اسم رئيس الجمهورية هلا يركب. ايه العماد ميشيل عون، ليش ما بيركب رئيس الجمهورية؟ شو ناقصه؟ ليه هو مش غيره؟ لأنه مش هو عم بيقول أنا القوي أقوى مسيحيا على الأرض هلأ، وهو هو مصبوغ بالإصلاح وهو زلمي لاحق الإصلاح؟ جيبوه طيب لنشوف إذا صحيح أو لا. طيب ما صرتوا جايبين 16 رئيس جمهورية سارقين البلد، جيبوا واحد عم بيدعي هالشي، خلي يكون 17 خي إذا طلع حرامي. وين مشكلتك؟ هلأ وقفت عندك هون أنت ولا لأنك حاسس فعلا أنه هيدا بده يعمل الإصلاح؟ بعدين شو هالعدوى الإصلاح هلا؟ كترين الإصلاح باليومين، بعد ما شفتوا لا بشبك ولا أي واحد عم يعمل إصلاح، شي قرش كله سمك بزري، بدنا نشوف شي قرش بالشبكة. ليه الوزير الصحة وكل حملة وقل أبو فعور عم بحكي أنا هدول الوزراء يلي عم بيكمشون وعاقبون بعدهم سمك بزري، بدي شوف قرش، إنه بدك تقلي هذا السمك البزري هو اللي عامل كل هالفوضى بالبلد، ما فيش سمك قرش فوقه؟ بلاش بتظهر بتبين إذا كانوا رجالي فرجونا إياها، بس مسموح تبين. بس شوف سمكة قرش أعترف بهذا الصيد، طالما بعدنا عم بشوف بزري يروح يخيطوا بغير مسلي. سألوني إذا كنت بحبك رأسي بالعالي علايت، تأنكر إني ما بحبك ما قدرت عليهن رديت، بس عيوني فضحوني وشافوك ببب عيوني
اقدر خبيكي وانا فيكي انت تخبي شرقتي وعملامح وشي بينتي كيف بدي اقدر خبيكي وانا فيكي انت تخبى اذا كنت بحبك راسي بالعالي علي تاني كر اني ما بحبك ما قدرت علي هن رداي سمعنا سألوني لعاصي عاصي صديقك ايه طبعا وغنيت ديو انت وياه مالي صبر يا ناس بعده ضمن عائلة الوفا عاصي لك انتبه انا ما كتير بيوقف عندي الوفا انا الناس بتجي بتحكيني انه هذا طلع عليه الوفا وهي ما طلع انا ما بعلق كتير هذا الموضوع لانه انا بالنتيجة لقول لك شو كيف انا من اي منطلق بخدها انا بخدها انه انا اليوم زلمي عامل مثل القطار بيمرق على السكل بحب يطلع عليه اهلا وسهلا والما بحب يطلع بالقطار اهلا وسهلا هلا اذا كان هالقطار بيوصل لمطرح يلي طلع عليه وصل مطرح ما بده واللي ما طلع عليه ما وصل مطرح ما بده انا بنتيجه ما بعلق لما بصير في قله وفا مع شخص يعني لما انا بيجي شخص بيعمل لي شيء بيرفعني او بيعطيني مواد جيده لإلي تاجر خي انا عم تاجر بشيء عم بيعطيني حرير عم بيعه عم بربح مصاري وبعديه بكون انا غبي ما بكون انا قليل الوفا بكون غبي انا باخذها من هالمنطلق طيب رح نفوت بالتسميات وبكل جرأتك المعهوده وكلها بس بدايه خليني بنعم او لا ونرجع منفصل حدا هدد سمير صفير بعد التصريحات الجريئه اللي بتقوم فيها ما حدا بيسترجي مستحقات ماليه ما حدا مش دفاع لك لا انا الملحن الاشطر بلبنان انا من الشطار بلبنان اؤمن بالتقمص اؤمن بالتقمص اف مع الزواج المدني مع الزواج المدني ومع وهب الاعضاء بالقوه مش بالفطره ومش باختياري مع انه يطلع قرار كل واحد بيموت فورا بياخذوه على غرفه العمليات وبشيلوا الكلاوي اللي فيه الصح وقلبه الصح احلى ما ياكلهم دود وبيعطوهم لناس بدهم يعيشوا انا مع وهب الاعضاء مش اختياري بالقوه كاتب ورقه انه بعد طبعا انا وزوجتي LBC هي المحطة الأولى أنا بحبها أكتر محطة رح نفصلها وكلهم بس خليني كفي نعم أو لا كل شيء لورا الأعلام الفن السياسة لا كل شيء يحوط تحت الصفر 20% دنقنا أوف. ترجمت ألحانك وأغنيك لعدد كبير من اللغات جدا صح؟ ومؤخرا باليهودي مظبوطة يعني مش نعم شائعة نعم. أنا غني ماديا ولو ما اشتغلت ضامن أخرتي أنا غني بإبداعي وباسمي وبسيطي ولو ما اشتهرت ضامن أخرتي لأنه إذا كان الرب معي فمن علي حلو كتير تعذبت بحياتك تتوصل جدا جائزة الميركس صاد أو ما فيها محسوبيات لا جائزة الميركس لقبتها بالديوركس نوار كلها محسوبيات وغلسات صادقات بما يخص مش بكل شيء ما هني بروفيشنال هلا منفصلة يلا أخيرا السيدة فيروز آخر الكبار اللي بقيوا هيك أنت قلت طبعا ملحم بركات ما بتسمي ضمن الكبار أكيد بس أنا لما في فرق كبير بين ملحم وفيروز فيروز عملت مجد ومش لحالة فيروز بس تقول فيروز يعني الأخوين الرحباني وفيروز هالتيم وورك هيدا عمل مجد يا ريت هالشعر اللي كتبوه كان حقيقي كان خيالي يا ريت هالخيال بيتنفس كنا شفنا لبنان بطير العقل هني الرحبني حلمه بلبنان كتب لك انه الخضار اللي بلبنان ما في منه مع انه برا كيرونبوان خضار قد لبنان كله بس كانوا عم يحلموا بلبنان يعني عم نحكي عن الرحابنة وعم نحكي عن صوت منحبه كتير سيدة فيروز ولكن خلينا أقول ألو أنا وياك لصوت كلنا منحبه من الجيل الجديد اللي تعامل معك وبتخيل كانت البدايات مع الأستاذ سمير صفير وبداية نارية كانت رح شوف إذا رح تعرف الصوت ألو مساء الخير ألو مساء النور لإلك ولأستاذ سمير صفير خلص الوقت؟
لا والله بلا شو قصة سمير حبيبي النجم سعد رمضان، مثل ما قلنا البدايات كانت مع الملحن سمير صفير، كان في الخير استاذ سمير عليك. اول شيء انا بدي اقول مساء الخير لك الاستاذ سمير، انا سعد انا بحبه من قلبي سعد يعني. سعد بدي اطشك بليز، بتمنى عليك بتمنى عليك من كل محبه، ما تقول لي استاذ قل لي سمير. خلص سمير هيدا اصلا انت اسمك لحاله هيدا لقب. انا طبعا بس انت بتضلك استاذ، لو مش اللقب اللي بيعمل اسم يا استاذ سمير. انا بحب اسمي، انا اسمي كتير بفتخر فيه، تعبت كتير 30 سنه الا عم بتعب لين قال سمير صفير، مش لين قال استاذ استاذ. ما اذا بتقول استاذ، اذا بتقلي استاذ لحاله ما بنبسط، اذا بتقلي سمير صفير بنبسط. سمير صفير كان وجه خير على سعد رمضان. كتير وجه خير علي، انا بحبه اول شيء قد الدنيا لشخصيته، هو بيعرف قد انا بحبه. تسلم. تاني شغلي، انا اول مره وقت قالوا لي ليه تعاملت مع سمير، قلت له انت لما تروح على شركه بدك تشتري سياره غير ما تكون رايح على معرض سيارات اللي هو جاي من برا ومستعملين، لما تروح على شركه بتكون انت عارف قد ايه مضمونه هيدي السياره وقد ايه مضمونه هيدي الغنيه. ونفس الشيء عند سمير صفير، لما تاخذ اغنيه من سمير صفير مضمونه 100% انه شيء حيكون شيء كتير حلو، الله اعلم ما حدا بيعرف اذا بتضرب او لا، بس اللي بقدر اثبت لك هو انه 100% بتكون غنيه عن جد كلاس اي، عن جد غنية بتكون إلى قيمة وإلى فيها موسيقى كتير حلوة. هيدا اللي صار بخلص الوقت وبيع بحبك، أنا بعتبر اللي وصلت له اليوم هو لأن بلشت صح، بلشت بغنية كتير قوية اللي هي خلص الوقت، واللي هي لحد هلأ أنا لما تشوفني العالم بيقولوا لي من أجمل الأغاني اللي غنيتها هي خلص الوقت. يعني كمان سعد رمضان من الفنانين اللي يمكن فيها الصفة مشتركة بيناتكم هي هالتواضع، وهي ابن بيت فعلا. يعني هيدي الكلمة الحلوة اللي قلتها انت، ابن بيت. يعني اليوم سعد منو جاي هيك، سعد جاي من بيت في والدي مطربة عريقة بتغني صوتها حلو، مشبع رضعان، رضعان الأصالة، خاله بيعزف قانون، جاي من عيلة فنية، منو جاي هيك جاي يعمل عرض زي هاي. واحد اثنين، كمان الإنسان لما بيكون واثق وشبعان، والشبع مش ضروري يكون معه 100 مليون دولار، شبعان يعني لما بيكون شبعان بيبقى واثق الخطوة، بيبقى بيعرف شو عم بيحكي، بيبقى الله عطيه هيلة هيك هيك داير مداره مثل هيلة القديسين، هيلة الكاريزما، هاي هيلة حلوة مهضومة عطيه قبول للناس تحبه. وبرجع بقلك لما الإنسان بيكون ذكي وبيعرف وبيفكر وبيعرف يتصرف بيكون ذكي، بس لما بيعمل لما بيتصرف غلط ناس بسموه قلة وفاء، انا بسميها غبا. مش سعد ذكي لهلا، ماشي على الطريق المظبوط، ذكي، صوت حلو، شكله حلو، انا بعرف كتير نسوان بحبوه ويا لطيف، عامل جيجولو على البنات واختياراته حلوه، والله بيوفقه، وما حدا يفكر انه هيك بليل وضحاها ممكن يعمل نجم، بده يمر بطريق عذاب، بده يتعذب، وهيدي ضريبة النجاح. بس أنا بعتقد أنه يجب يوم عن الأيام أنه سعد يقطف هال 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 هالتعب اللي تعبه ويوصل للسعد اللي هو عايزه. سعد معقول يصير في تعامل قريبا مع سمير صفير؟ أكيد معقول. خليني أقول لك شغلة، أنا أول شخص وقت بس وقت أكون عم حد برأس أنا بدي أسمع أغاني، صح، أول شخص بدي أقول له هو سمير صفير، هو صح. بيعرف هذا الشيء، صح، اول شخص شو ما كان تعاملنا او ما تعاملنا سوا، بس انا بعتبر اول شيء لازم روح عند اول شخص بحياتي هو سمير صفير، يمكن لانه وجهه خير علي اول شغله، وثاني شيء لاسمه الكبير، لخبرته الكتير كبيره. يعني وقت يكون ملحن مثل سمير صفير عم بيعطي رايه بسعد رمضان كمان هيدي ايجابي كثير كبير، كثير كبير. لا بالعكس، بس اصلا كمان يا سعد انت بتستاهل. ايوه يعني مش عم بيقول حكي تيحكي، بالعكس عم بيعني هالحكي الشخص المناسب حضرتك. صح 100%، انا عم بعني اللي عم بحكيه، وانا رح اقول لك شغلي، انا معود لما بكون عندي عمل انا اقدر اقدمه لشخص صوته حلو وقدر تضيف له مثل سعد، بعتذر فورا، بعتذر بتلاقيني على جنب. انا صح. هيك زلمي، انا هاوي الموسيقى، ليست مهنتي التلحين، انني اهوى التلحين. وقت اللي بيطلع معي صيد طازه وحلو ونظيف
بقدمه ما بيتابعه بتفرج. أمينة لك الصيد الطازة والحلو تخليه على جنب لسعد رمضان لأن بيستاهل الأغاني. ما توصي حريص ما توصي حريص. وهلأني كمان غنيته مع سوني كتير حلوة وعم تلاقي أصداء كتير إيجابية. سعد بدنا نقول لك ألف مبروك مع أنه نمط جديد عليك يعني بس صح يعني أصداء حلوة. صح يمكن هيدا النمط من الأغاني ما فيها سمين سر سمعها. هيدا النمط من الأغاني يمكن مش كتير ناس حتحبها لأنه هي بيت وهاوس ميوزك ومش كل الناس تسمعها. يعني تقلي مثلا بضيعتي بيسمعوا أكيد ما رح يسمعوا هيك موسيقى إلا الشباب يمكن اللي بيحبوا هيدا الموسيقى. بس أنا بعتبر بحياة المهنية يعني لازم التنوع 100% حلو التنوع حلو تعمل شيء شوي انترناسيونال. اللي عملته أنا أنه أعمل ديو مع وحدة ألبانية بلزمة اكس فاكتور صوت كتير حلو بنت كتير مرتبة الكليب كمان كتير مرتب سيمبل. هيدا انا بفيدني يعني انا مش ضروري يمكن يفيدني ماديا ممكن ما يفيدني ماديا. لا والمستمعين حابين يعني بتخيل عرفت انه وصلت للتوب 1 الحمد لله وان شاء الله دايما بالنجاح. وهون لان لازم نختم مع الفنان سعد رمضان ولكن اماني يعني مستمعين لبنان الثقافه عم بيطالبوا فيك على حلقه عيد العشاء رح تقول لهم ايه او لا؟ هلا بقول لهم لإلهم ولإلك ايه اكيد. اهلا وسهلا فيك استاذ سعد ونحن بنحبك كثير وبنتمنى لك كل التوفيق لان فعلا بتستاهل وتحيه كثير كبيره لاهالي برجة فردا كلك ذوق. انا بدي اشكرك انه سمحت لي الفرصه انه اكون يعني اكون موجود معكم اليوم بهالمقابله الاكثر من رائعه. انا سمير سفير بعرفه من 2008 هيدي اول مره بطلع هيك بحكي شيء من قلبي يعني عن جد لأنه أنت سمحت لي هذه الفرصة. كثير انبسطت فيك. مش عم تطلع معي سمير سفيري خي شو بدي أعمل لك؟ بلم 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 أنا أحلك إياها على الطريقة صغرتوية خلي لي قلبك. حبيبي قلبي أنا كثير انبسطت بصوتك اليوم حبيبي أنت تستاهل بعد أكثر من هيك مليون مرة لأنه أنت شخص عن جد عن جد فنان بكل ما الكلمة من معنى. الإناء ينضح بما فيه. شفت وقت يكون فنان أصيل كيف بعبر وبيحكي وهيك وسعد. خليني أقول لك شغلة بعد قبل ما نسكر. أنا ليه بنبسط أنه بعرف سمير سفير لأنه بعتبر هيدا الشخص من الزمن عن جد الوقت الفن له قيمة وهيدا اللي أنا بحاول هلأ أعمله اللي هو ما أنجر على الـ الخطوط اللي عم بيمشوا فيها هلا الباقيين. يعني هلا بتشوف كتير ناس يمكن انا غنيتي ما تضرب قد ناس تاني ضربت كسرت الدنيا بس انا بعتبر شغلي قال لي اياها خالد صالح قبل ما يتوفى الله يرحمه من فتره قال لي يا سعد الفن طريقين في عندك السهل وفي عندك الصعب بس الصعب هو اللي بيستمر يعني صعب توصل بدك وقت بس هذا اللي بيستمر بالنهايه اذا بسرعه بيروح بسرعه. سعد اذا شي نهار انتقدك سمير سفير رح تزعل منه؟ ما بزعل لانه بمحله حاخد كتير بالنصيحة. حلو كتير استاذ سعد هذا الفنان عن جد يعني اللي بيتقبل النصيحة وبيتقبل النقد وبيتقبل وبتخيل سعد ماشي على الطريق الكتير مزبوط ومثل ما وعدنا استاذ سمير سفير انه ناطرك السعد الكبير قريبا ان شاء الله. كل شيء مع الوقت وما بيعرف واحد ربنا سبحانه وتعالى انت بيكون بيقول له خلص هلا هيدي وقتها يلا ان شاء الله الواحد بيعمل اللي عليه اكيد ربنا سبحانه وتعالى هو ان شاء الله دايما بالتوفيق وبتخيل مولا برودكشن مش عم بتقصر ابدا مع سعد رمضان. اكيد اهلا وسهلا فيك الفنان سعد رمضان يا هلا. استاذ سمير كنا عم نحكي عن نعم او لا بدي ابلش من العكس عن جائزه الميراكس شي مره رشحت تاخذ الجائزه وليه قلت عنا انه ديركس نوار؟ لانه هدول كانوا يستعملوا اسامينا وبالاخر يزوروا حقائق. يعني انا مره عم بحضر اول ما بلش البرنامج عم بحضر مبسوط كتير كنت قاعد نهار سبت بالبيت انبسطت كتير مبسوط يعني انا مش مدعي بس انه بس واو صار في جايزه بلبنان حلو برافو كربو. اخر همي هذا الموضوع انا يعني احلى ممثل برافو حلو بيستاهل احلى ممثله احلى شوي احلى غنية السنه الشبابيه كانت اغنيه لاحمد الشريف انا عملها انبسطت انا والله اخذ اغنية اخذ ميراكس عليها احلى كلمات اغنيه شو عبالي لباسمه اوه هذه كلمات نزار وانا ملحنه انبسطت احلى كليب السنه حبك وجع لا إليسا واو كمان قلت عيطت لها مرتي تعالي شوفي ثلاث ارباع جوائز احلى ملحن طارق ابو جوده طلعت هيك انا
قلت عن جد غبي هذا اللي محضر هذا البرنامج. طب على القليلة حط أحلى غنية لطارق تكون وأحلى كليب لطارق يكون وأحلى شيء وعطي أحلى جائزة تلحين مثلا. جاي عم استدركت ساعتها وقتها أنه هدول قاعدة عم بيلعبوا بقول لك مين أحلى ملحين، فلان ولا سمير سفير ولا مروان خوري، بيقعدوا بيستعملوا أسامينا وبيطلعوا اللي بدهن إياه للي بيدفع. رحت بعت لهم أنظار عند دغري تاني نهار، قلت مرتي أنت كتير أجرب. بس أنت أكيد من معلوماتك أنه اللي بيدفع؟ وإذا اللي بيدفع يعني ليه ما دفع؟ يعني إذا كان عم بيعطوها للي مش عم بيدفع وبيعطوا جايزة هيك بيكونوا مش أغبياء، بيكونوا هبل، والهبل عم بيشطشط منهم يعني. طب بركي هلا يرفعوا لك قضية قطح وزام، يرفعوا يعملوا اللي بدهم إياه. أنا هذا رأيي، إذا كانوا مش قابضين بيكونوا هبل. طب ما ليه ما عرضت عليهم؟ إذا مزبوط هيك ليه ما تم العرض أنه هيدا مبلغ وأنا باخد المراكز؟ بس يشوف حلمة ودنه، بشوف مني فرنج مقدوح بده يدفع لي مصاري تيذكر اسمي واحد مثل هيدا. أنا بعدت لهم أنظار عند المحامي، قلت لهم إذا بعد اسمي بينذكر ببرنامجكم بدي قضيكم. أنا خارج طبعا، أنا خارج هذه المنافسة، طلعوا أنا طلعوني من هالمغمغة. هاي واحد. اثنين، أنا لا أؤمن أبداً بالعالم العربي بكل شيء اسمه تصويت وجوائز. ليه؟ لأن كله محسوبيات كله مزور. طب قلت لي عن الـ LBC، هي برأيك المحط أو عندك ضعف على الـ LBC؟ أنا بحبها هذه الشاشة، يعني هذه الشاشة من وقت المواعيد أو كانت هي الشاشة. ما بتلاقي أنه رجعت لورا؟ مش رجعت لورا قد ما أنه ما بقى في ضخ مادي فيها، لأنه اليوم بالأحوال اللي نحن فيها كوارث، يعني كل شيء رح يوقف. أنا أقول لك نحن آتيين إلى مرحلة كارثة كبيرة. بتقول رزق الله على أيام استوديو الفن وعلى هالأيام؟ أما رزق الله على هديك الأيام، شو قصد استوديو الفن؟ رزق الله على هديك الأيام. لا عن قصدي استوديو الفن، لأن كان برنامج على LBC يعني. أي طبعا البرامج كلها لي طبعا، كنت أنا المدير روم سيرفيس تبعه. هذا كان أوتيل اسمه استوديو الفن، في شاشة بتقدم هوات، وفي مكتب بدير أعمال، وفي روم سيرفيس. أنا كنت مدير الروم سيرفيس. يعني كنت على علاقة وطيدة مع المخرج سمو أسمر. طبعا طبعا. هو الهاوي أول ما بيفوت على البرنامج بيكون بصفوف الجردان والابتدائي ليوصل لتطلع النتيجة بالفينال، بياخد البكالوريا بينقل على الجامعة، بتتغير الأساتذة وبيتغير نمط حياته، بيروح بقى على الاختصاص. نحن كنا فرع الجامعة، مكتب الروم سيرفيس يعني، كان بس يخلص من هون كيف يلبس كلساته، كيف يلبس صباطه، كيف يمشط شعره، يتسمى اسمه إذا كان اسمه مش فني زعما، ويطلعوه ويغني لوديع ويغني لنصري ويغني لفيروز، بس تخلص وتاخد الناس تهوبر له وينزت لعنا نحن. طب كنت عم تقول عن الميراث وهيدا محسوبيات بهالفترة، بس خليني كمل فكرة. في محسوبيات، خليني كمل فكرة. وهيدا الروم سيرفيس يلي اليوم مفقود، بأرب آيدل، بذا فويس، بستار أكاديمي، ببرامج كتير حلوة بتطير العقل، بس بعدين مشرد على الطريق بصير. ما قلت اللي ما كان في محسوبيات بهالفترة بستوديو الفن؟ أنا بالنسبة لي ما كان في محسوبيات. عند سيمون كان في محسوبيات طبعا، أنا ما كان عندي محسوبيات، وهذا السبب يلي هد هالمملكة هيدا. أنا ما عندي محسوبيات، أنا عندي صوت حلو أهلا وسهلا، صوت مش حلو إذا بتريد. سيمون لا، كان يوطي الصوت على الآخر وبهمه الشكل. إذا قدر يصوب الشكل أكتر من الصوت بهمه الشكل. كيف قريت كل شيء صار مع سيمون أسمر؟ يعني إذا كنت بمرحلة قريب منه وبكل هالمرحلة، يعني بعد ما صارت القصدية ودخل السجن وكله، في اتصال بتدقله بتقله؟ لا لا لا، أنا صار في أنا وياه خلاف من قبل، فأنا فضيت حملت حالي وفليت ووقف كل شيء. ووقف يعني حتى الألو ما بقى فيه؟ ايه ايه وقف. طب كل شيء. طب شو كان رأيك وقتها صارت الحادثة؟ رأيي بشو؟ بصراحة يعني كيف قريتها أنت؟ انبسطت؟ زعلت؟ بيستاهل؟ حرام؟ مش لازم هيك يصير فيه؟ لا لا لا، أنا ما بنبسط لأي أذى لأي إنسان اللي كان، حتى عدوي. وأنا ما بعتبره عدو، أنا بعتبره كان في خلاف وجهة نظر بيني وبينه، وهو حاول يزوره ويطلع يحكي، لأن وقتها كان الإعلام حده، وطلعت أنا وما قصرت أبدا يعني. أنا ما كفيت متذكر كفيت ووفيت، أنا ما تخاف علي. إذا عم تحكي أنت بقصته الأخرانية، حسب ما فهمت أنا أنه
طلع بقصة القتل انه لم تكتمل الادلة وطلع براءة، وبقصة المصريات توقف لازم يتوقف، وما بعرف شو عم بيجوا يعملوا بهذا الموضوع. انا هون بقول له مبروك وان شاء الله تكون طلعتك منيحة، بس برجع بوجه سؤال الدولة للقضاء. اوكي برافو، قدرتوا اكتشفتوا ما في براءة استاذ سيمو اسمر، والله ان شاء الله الله يهني بهذه البراءة، بس لماذا نستطيع ان نكتشف انه هذا الانسان بريء ولا نستطيع ان نكتشف من هو القاتل؟ هذا السؤال. بس هيدا كمان فيها ملغومة، يعني كأنه فيك انت تفكر فيها مثل ما بدك، بس انا عم بطرح سؤال من حقي اسأله السؤال. هناك قتيل، اين اصبح الملف؟ ليش اي قتيل بلبنان بينعرف مين مين اللي قتله؟ اذا بدهم بيعرفوا، يمكن بيعرفوا بس ما بيعلنوا، هذا غير موضوع. طب هلاني سيمو اسمر رح يطلع ببرنامج جديد ضمن لجنة التحكيم على نيو تي في. تعرف المثل بيقول عدى السبت الطيز اليهودي، خلاص عدى السبت الطيز اليهودي، وكمان رح يرجع يفتحوا نهر الفنون، يفتح اللي بده يفتحه. صار عمل خلاص. عمل 6-7 استوديو الفن و6-7 نجوم ما بعرف شو، 6-7 ولا ما فنان واحد ما طلع. خلاص يعني بتقول نجم استوديو نجم سيمو اسمر قد انتهى؟ مش هو كان عم بيطلع النجوم، هو كان عم بيعمل برنامج يبرزهم، كان شاطر بالاخراج ويبرز البرنامج وجيبه، وقلت لك وبعته على الجامعة، وكان في ناس اختصاصية. هلا هاي الجامعة فرطت؟ هاي الجامعة فرطت، واحد اتنين، صار في برامج اهم بكتير من برامجه العرب ايدل وذا فويس، هو كتير مهمين. فورمات كتير مرتب. ليه ما بتكون بضمن لجنة تحكيم هالبرامج؟ ما بينفع، صاحب التلفزيون ما بيجيبني، صاحب البرنامج ليه ما بيجيبني. شو ما بتجيب له مشاهدين؟ ما بسمع كلمته. يعني الكل عم بيكونوا دمى، كل الموجودين مش كلهم موجودين، بس بالاخر بيبقى في 7 جيدين، في ديلات بتصير بدهم واحد من هالسبعة، في ديل بيكون ركب مع المؤسسة من برا لبرا، بتجي التعليمات انه بليز بدنا هيدا نرجع على الدفاع وعلى نرجع لهيدا. انا يمكن يكون شايف هيدا رب ولا رب يمكن رب ربه ما بخليني اجي هيدا، بضل هون انا خلص. انا هذا رأيي. طيب اعطيني صفة لو سمحت، صفة واحدة لزياد الرحباني. منتقد بارع وليس لديه الحلول. بيستفزك يعني وقتها ينتقد؟ بالعكس بيقنعك طبعا. سليمان فرنجية وفي، ليه ما سميته رئيس؟ انا كنت ناطر ما بعرف تهيأ لأ. انا قلت لك قلت لك هدف الرئيسي محسومة بين اذا ما اجى، يعني اذا اجى هلا جنرال عون حيرجع يجي سليمان فرنجي رئيس جمهورية، اذا من بعد سليمان باك حيجي سامي جميل. ليلى عبد اللطيف عم بتسمي جان عبيد تشتغل له بلكي بيجي. يعني انا عم بسألك اذا كيف بتقرا هل اللي بيطلعوا بيصرحوا او اللي بيطلعوا بيتنبهوا؟ هلا اذا ليلى حكيت مع الجن اللي عندها وعملت شويه وصايد بيمشي ممكن الحال. الله يمشي الحال. اوكي، لكن بدنا نرجع على الجن. خلص لازم هي ليلى هلا تشغل هدول اللي تبعولها اللي بيعطوها شو عم بيصير بالكره الارضيه. ما انا عينين هدول اللي عم يشتغلوا معي، انت ما تفكرون عينين هدول الجن؟ خلها شوية تزبط لهم أموره لجان عبيد وممكن يجي بيمشي الحال. طبعا إذا حركشت بالجن هي وعملت له وصايد طبعا بده يجي. مين أقوى هي أما ميشيل حايك أما بك يا زلمة؟ هدولي هدولي كان ميشيل حايك ولا ليلى عبد اللطيف ولا الفغالي؟ هدولي يا زلمة هدولي هدولي الله خلقهم وكسر. أنت شو عم تحكي أنت؟ لما موجود هدول الكرة الأرضية كان في مشكلة كبيرة كتير يا عم. أوكي إيه. إذا هيك لازم أعتذر من السؤال طبعا. وائل كفوري شو بو؟ تيني صفة لإله. صفة. صوت رائع، كاريزما وشكل فظيع، الله مكملها معه وبتمني له كل خير ونجاح وسعادة. حبيت ألبومه الأخير؟ في كم غنية حبيتهم. ليه ما كان في تعاون بيناتكم؟ الحق علي. هو اتصل فيك بس ما كان في عدة مرات، وهلا من 3 ايام تم اتصال بيني وبينه وعم بيقول لي انه خلص بقى. قلت له معك حق، وانا يمكن انت تشجعني وارجع هيك ارجع لهوايتي انه عن جد خلص اشتقنا. يعني انا حطيت وقل براسي السنه.
يلا ان شاء الله هاي بتخيل خبريه بتسعد الكل. عاصل حلينا حكينا عنه. ليدي مادونا في شيء هيك ما بعرف شو رايك بفن مادونا؟ يعني عم بسالك عن مادونا لان كلنا بنعرف انه مادونا بفترتها فتحت باب وما بعرف هل باب رجع تسكر ام رجع لورا اما كيف يعني فتحت باب؟ باب الاستعراض يعني الفنان الاستعراضي. ايه هي فتحت باب الاستعراض ما كفت فيه وللاسف. ايه يعني هيفا واتباعها ضمن مدرسه مادونا؟ لا 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 حرام بتكون عم تظلم مادونا. لا حرام مادونا بتغني صوته حلو مادونا. بعد ما غيرت رايك بهيفا بعده مثل ما هو هيفا كشو؟ كفنانة عم بحكي كمغنية لا مغنية صفر مكعب طبعا ولن أغير رأيي لو بده يظهر علي كل شيء في أنبياء ورسل. هيفا في الغناء يا جماعة صفر مكعب. هيفا في التمثيل حلوة كاستعراض يعني كلها عبادها. هيفا مش استعراض ميكرو تغني نغم بصوته صوته سئيل بعدين انتم ما بتعرفوا اذا بينشيل الاوتوتيون من صوته. انا بتحديها تغني لايف على التلفزيون اذا ما بيقعدوا بيشتغلوا المهندسين الصوت بيشتغلوا بالبلتين 300 ساعة صوته مثل تخطيط القلب بيقعدوا بالمكانات وزبطوا الصوت يرجعوا له. طب شو هي وقفت على هيفا ما في كتار هيك؟ انا ما عم بقول لا بس هدول الكتار منهم هيفا منهم نجمة العالم العربي. ما هي ايه مزبوط هي ما وقفت عليها بس ما بتصير النجم وبصيروا يحتاروا شو بدهم يلاقوا تترات ليحللوا المغايطة. في مغايطة بالاخر بتتحلل يعني لا. يعني لان دايما بنشعر انه بتهاجم هيفا انت ما عندك شيء ضدها مش هيفا مش هي هيفا. مغنية يعني على الغناء بس انا متبع السيستم بيقول انه دايما لما بدك تقتل حية بتقطع راسها. رأس هذه الموجة مش مادونا هيفا. يعني بس نزلت هيفا وما حدا نحكي من هالأشاوس الصحافي ما كلهم انه عم بزقفوا هاو الأشاوس عم بزقفوا يا رب يعرفوا يزقفوا أصلا بزقفوا دي جلاج. هاي الأشاوس الصحفية بس سكتوا سكرت لهم تمهم المغايطة شمروا عزنودهم ما حريري وما بعرف مين وهي تبع الحليب وتبع دانا مارية ودانا واو فلت الملق وهدين كان بقى فيك تهدي وكتروا المغايطات. طيب بس صار لازم يعني ما بتلاقي صار في شيء إيجابي أنه يمكن ما بقى عم نسمع فيهم كتير وين دانا وماريا وأتباعهم حيطلع صار غير. صار في مريم كلينك عم نتطور طبعا عم نتطور ونتقدم هجوج ومجوج. طب هون بس لأختم قبل البريك عم تحكينا عن صوت هيفا وكيف أليسا يعني صوتها بيقنعك؟ لا ليك أليسا غير هيفا. أليسا صوت حلو حساس وعندها كمية من الإحساس فظيعة مرهفة الحس جدا بس كان عندها توك وحكيت عنه أنا وزعلت وتزعل ما فرقيني معي كان عندها توك هو الغناء اللايف. لأنه وبيني وبينك بدي أقول لك مش من مكان بدي أغني لايف يعني ما بيتعدوا أصابع الإيدتين تقريبا بالعالم العربي اللي بيغنوا لايف جوست. عم تشتغل على حالها وإن شاء الله تتمكن لأنه إذا واحد بيشتغل على حاله بيلاقي من جد وجد أنه تشتغل على حالها أنه تقدر تصير تغني لايف لأنه هذا بيكون ضعف شوي بالدين. معقول تتعامل مع أليسا؟ مش تتعامل بالمستقبل بعرف تعملت كتير بالماضي بس بعد هالتصريح اللي قلته معقول؟ ما بيهمني تبي ما بهمك مثلا تتعامل مع هيفا إليسا. وتوصل الحنك لمصر وللما بعرف المغرب وتونس وهودي ضمن هالنجم الجماهيرية. اوكي وصل الجواب. انا عمري 53 سنة العمر كله قبل 153 Thank you. وفي منهم 30 سنة بالفن. يعني انا بعرف البيضة مين بادة والان مين عمره وبعرف كل شيء. ومشكلتي الكبرى بالحياة يمكن هي مشكلتي إيلا سعد بطريقة هي أني أنا معاصر لحقت كان الإعلام بعده شوي واعي لحقت سيد درويش ربيت على فنه وربيت على فن الصنباطي رزق الله وربيت على فن عبد الوهاب وربيت على فن كريم محمود ومحمد أنديل وربيت على فن الأخوان الرحباني وفي الموهبة وزكي نصيف. أنا لما بلشت فت أعمل ملحن كنت فيت أنا جلبوط بين 25-30 ملحن بيرعبوا بلبنان نور الملاح وملحم بركات وأحسان المنذر وزكي نصيف ومنصور رحباني وفيصل المصري وكان في مجموعة من الملحنين غضب عم بيلحن. كيف ايمنوا فيك؟ كيف فتحوا لك المجال؟ فرضت وجودي. أعمالك فرضت وجودي. فرضت وجودي بس أنا لما فت هيك بيناتهم
لمين أول لحن؟ إلي. بلاش يا قلبي عذاب سيبك منه، غنيتها أنا بصوتي. بعدين إجا أدونيس عال، عملت له أسطوانة خذ الرسائل ورحلي. بعدين عملت نجوى كرم شريط شمس الغنية، وبعدين عاصي وكرت المسبح. جيت على ذكر يعني أمرين بحديثك هلا بدي أتوقف عندهم، بس كونك جيت على ذكر شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم، بعد نجوى شمس الغنية إعلاميا بالأعمال اللي هلا أنت قلت اللي عملت ألبوم شمس الغنية لنجوى كرم ومنها أخذت لقب شمس الغنية اللبنانية، بعدها هي ذاتها تبع ألبوم شمس الغنية؟ لا نفس الصوت، لا نفس الأعمال أما الصوت؟ لا أنا عم الأعمال أو الصوت؟ شو هيدا؟ شو هيدا؟ خلينا تنشوف أنا وياك شو هيدا. ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. أهلين دكتور عماد، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك. يعني بقول لي أستاذ سمير ما بتتكرم وما بكرموك وآخر همك التكريم، كانت ضحكتك هالقد هالقد أنت واقف بمسرح الأوزاك وعم تتكرم. لا 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 هذا غير موضوع، وقلت أنا بالحلقة أول شيء مساء الخير دكتور. دكتور ناجي صفير طبعا رئيس فور لبنان. ليك بدي أقول لك شغلي، أنا تعرفت على الدكتور، كل العالم فكرته من بيت سفير اني انا بقرب وبعرفه من زمان. انا بقرب وهو عز من خيي، بس انا تعرفت عليه قبل بجمعة من هيدا التكريم، ما كنت بعرفه. وانا دعيت لمئة مرة لتكريم وارفض اني روح، حكي معي على التليفون 5 دقايق. انا قلت له انا جاي لسببين، اول شيء لانه حسيت صدق بكلامه، ولأنه طالعة من جامعة الكاسليك، وقلتها بالحلقة بالسهرة. نعم. قلت هيدي الورقة اللي عطوني إياها يكفي إنه فيها روح القدس. صح. بقى أنا هيدي بتهمني كتير 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 هيدي الشغلة، ويمكن هيدا التاني أو تالت تكريم عندي بكل حياتي. أول سبب أنه من جامعة الأوزاك، تاني سبب لأن من دكتور ناجي صفير. إيه لأنه هو أنعني، هو كإنسان مثقف. يعني بدي أفهم أنا شو هالسر عندك يا دكتور صفير اللي بصوتك بتقنع الكل. لا مش بصوته، بفكره. بفكره. أنا ما بهمني الصوت. شفت هون، خلينا أقول دكتور ناجي بعت لي هلأ ني اس ام اس وعم بيعاتب. شفت وين مزروب أنا يا دكتور ناجي؟ بس هذا العشاء امبارح كان يا دكتور عماد، على كل حال متصل انا وياك برات الهواء. على كل حال اليوم ضيفنا بين سفير سفير، انا لازم اقعد برا هلا ني بين استاذ سمير ودكتور ناجي. خليني اوضح لك شغله دكتور عماد، انا بدي اسر على شغله قالها الاستاذ سمير. انا تعرفت عليه قبل الايفنت اللي حضرتك كنت موجود فيه مع مقيت الاعلاميين بدون ما نسميهم الغاليين علينا نحن كجمعيه فور لبنان. أنا تعرفت عليه مدة 10 دقايق على التليفون قبل ما يوافي، علما كان قال لي إنه هو ما بياخد جوائز، وأنا بقدر أدير موقفه لأنه بتعرف كمان نحن حكيين سابقا عن شوية من العشوائية والتجارية. نعم. وبعدين أنا بشكر لطفك ولطف أستاذ سمير بتقديري، بس هو الحقيقة تقدير هو لازم يجي للجمعية يلي حتى لو كنت أنا برأسه ولكن بتحرك لفريق أعمال. بس أنا بهمني المصدقية بتيجي من الجمعية، لأنه الطريقة اللي بنشتغل فيها هي طريقة بعيدة عن الشق التجاري. صح. وبعد هذا سبب الخلق أستاذ سمير، وبتخيل الكل بيشهد على هالشيء. أستاذ سمير أو ما بيستاهل هذا مش للجدل، معليه يعني أنا برجع بقول لك لا ربطي ولا بعرفه قبل، هذا ما بيستاهل جدل. اليوم خلينا نفتح الأرشيف بغض النظر عن أنا قلت أو عن كاركتره، وكان نفتح الأرشيف ونشوف اليوم كم غنية ضاربة لقلو بالسوق قبل الناس الثانيين. أستاذ سمير أنا قلت بالمقدمة 600 لحن، صاروا أكتر؟ زادوا؟ في أكتر. إيه صاروا أكتر. دكتور ناجي، يعني من الأول كيف تفكرتوا بالملحن سمير صفير تتعطوه الجائزة؟ ليه هو تحديدا؟ صحيح أعماله يشهد لها، بس ما كمان في غيره، بس ليه هو؟ لا خلينا نتفق على برنسيب انه نحن، انت بتعرف دكتور عماد انه نحن ما فينا نكرم باي حاسس كل العالم اللي بتستاهل. طبعا في كتير ناس بتستاهل وفي كتير ناس تعبانه على حالها، ولكن سمير صفير عنده ميزه خاصه انه اول شيء قدر يضيف على انه شخص قدر لحن الحان ناجحه لكتير،
كان سمير سير من صناع النجوم من خلال الأغنية تبعه، لأنه بالآخر اليوم نحن كمان بلبنان غير منصفين بحق كاتب الكلمة وحق كاتب اللحن. صح. اللي بينجح المغني بينجح لأنه في كلمة ولحن وراه، حتى لو كان المفاتن تبعه بده يعرض علينا اليوم بتقطع أول مرة وثاني مرة وثاني مرة بتقطع ثالثة ورابعة. فالكلام كان سمير سير من صناع النجوم اليوم. هذا الكلام يمكن ما يزعج بعض العالم أو يرضي بعض العالم التانيين ما بيأثر، بس هالحقيقة هلا اللي في ناس تستاهل التكريم تاخذ الجائزة أكيد أكيد أكيد، ونحن بهذا الاتجاه رايحين سنتجي إن شاء الله بالفيرجن 2 تبع من لبناني. إن شاء الله دايما ضلكم محافظين على هالمصداقية وعلى مثل ما عم بتقول بعيدا عن التجارة، وإن شاء الله دايما تجيبوا أشخاص بيسهلوا مثل الملحن سمير صفير، لأن فعلا يعني بتخيل التكريم بيكبر بوجوده لأستاذ سمير. تسلم. وبيكبر بوجود الحاضرين كلهم من الإعلاميين وإلى آخره، ولبنان بيكبر بهيك عالم. أستاذ عماد مشكلة كبيرة اليوم بلشنا نفقد رموزنا لمصلحة الرموز السياسية، وبلشنا نفقد رموزنا الثقافية، وهذا شيء مشكلة ببلد. البلد اللي بتصير رموزه هي بس سياسية بتخرج عن الفن وبتخرج عن الثقافة، هذا بلد رايح باتجاه انحدار. بتخيل إذا في أشخاص مثل حضرتك ومثل كتير بحافظوا على اللي عنا إياها هالخميرة كمان بعدنا بألف خير. دكتور ناجي أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمداخلة، نحن حبينا كمان تشاركنا بجلستنا ونقول له مبروك أنا وياك وكل المستمعين لأستاذ سمير، وبيستاهل كل تكريم من أي جهة بتجي. ميرسي لك، مبروك أكيد لأستاذ سمير، نحن بانتظار أعماله الثانية لأنه الأرض بتجف وقت اللي ما بيكون في ناس مثل أستاذ سمير عم تسقوها. بدي أشكر راديو ليبان كولتور دايما على ملاحقته للمواضيع وحط النقاط على الحروف وعلى مساعدة الناس تاخذ حقها، وأنت أولهم يا دكتور عماد، أنت بتستاهل كمان التكريم وبتستاهل التقدير. يلا الهم الهم همتك. أهلا وسهلا فيك دكتور ناجي صفير. يا هلا، تصبح على خير وعلى المستمعين. أهلا وسهلا فيك. هيك أشخاص يعني معنويات حلوة، يعني بتقلي مش التكريم ما بيعنيني أو بقبل مرة اثنين ثلاثة، بس حلوة يعني، حلو واحد يقول لك برافو، حلو واحد يقدر اللي عم تعمله. خلينا نتفق على شغلي، أنه أنا ليش برفض التكريم؟ لأني أنا ما بحب أتكرم؟ لا أكيد. أنا كل يوم بتكرم من إنسان بيبقى نكرة ما بعرف من هو، بعت لي على تويتر بيقول لي أنا أعشق ألحانك يا الله على الغنية، وبيكتب لي المطلع تبعها. أنا هيدا عندي أهم من أتخن جايزة. مبدأ رفض التكريم، أنت لما بدك تتلقى جايزة بتكون تحلم أن تحملها، بتكون لك الشرف أنك تحملها. تتاخد جايزة بتكون هاي جايزة تعني لك. لما أنا هاي الجايزة بشوف حملها ناس براءة من اللي وصفينوني، شو بتعود تعنيني أمرا؟ خلاص احترقت بالنسبة لي، صار بتضرني إذا بحملها، بهرب منها. مش أنه ما بدي إياها أنا أنكي أو أنا أجريسيف أو أنا، لا لا، أنا بكل بساطة بقول أنه لا تعنيني. طيب خلينا نتابع مع النجوم. وصلنا كنا عم نحكي عن نجوى كرم، قلت لي صوتها بطل في تعب بالصوت. هذيك المرة عملوا برنامج طويل على عرض الام بي سي، عم بيجربوا يفوتوا هيك يطروا الموضوع باللي انا حكيته وعم بيقولوا كذا. ايه في تعب بالصوت طبعا، شيء وقام ابو حكي اللي بده يحكي، ومين بده يطلعوا، اي استاذ اي مايسترو بيطلع بيحكي، كله هذا حامل بخوره عم يبخر. طب كمان في عمر انه مش طبيعي. لا بكير بعد شو بكير. طب شو لك شو قديش عمر؟ طب شو استهتار بصوته؟ ما حبيت غنيته على الصخره؟ لا انا بشوفها بتغني مواضيع أهم هيك بكتير. الإنسان لما بيمرق بمرحلة بحياته 30 سنة فن، بيقطع مرحلة الهرطقة بقى، بفوت. بدي أسألك سؤال، اليوم نحن بالفن كلنا مصنفينه شي شعبي، شي مبتذل، شي كلاسيك، شي، ودايما منقول فيروز وديع الله يرحمه. بس كمان فيروز انتقدت بآخر خلينا وحدة وحدة. بعد عمرا طويل من سيابه فيروز؟ ما حدا خلاص يعني ببطل لبنان عنده فيروز يعني، انتهى. ليش دايما بدنا نلاقي مين بده يورث فريال كريم الله يرحمه، مين بده يورث هالفن الشعبي، ومين بده يورث، ما بنلاقي مين بده يورث هالتوب. ما بده يكون في ناس
ما من مؤهل أكتر من الإنسان يلي مرق بحياته كتير وقت وصار معه مصاري وارتاح وصوته حلو فن حلو أنه بتدي يحضر فن جيد. أنت إذا بدك تسمى وريث لفيروز مين؟ هلأ على الأرض ما فيه لأن ما حدا عم بيحضر لهذا بس الموضوع. نجوى كرم هي مؤهلة تورت إذا اختياراتها كانت أفضل؟ كيف بتورتها؟ مش بالأعمال اللي عم بتقدمها مش بمواضيع اللي عم بتقدمها. كل الذي ما أنت تغني أقول لك من أنت. هلأ غنت أغاني رائعة. سمي لي يعني العمر وكبرنا يا بي كتير حلوة. في 30 سنة عطاء. سمي غنية اللي بدأت معك اللون الرومانسي.